السلام عليكم. خاصني نقول واحد الحاجه، هي بارديدو رائع الصراحه، لعبهم خايرين بالحق. هاد الشيء اللي عملوا دار تمنى في واحد ماشي تنتم كيبو، عنده بزاف د المتفرجين فهمتي، وهما ما يقدروش يعملوا هاد تمنى لا حتى ما الحلاوه بارديدو ماشي في بلاصتو مره. زيدوا شويه حتى كاين مقطع خاويين، واخا ما كتصلحوش خاويين مره، خصهم يزيدوا التعامل صراحه. يا صراحه الاخوان فرحتوني بالعوده ديال ضروري. يلا يا ودي، حيت وسط بلادنا والغول بجوج واحد، واخا زولونا واحد الجول كاين شي مشكل بحق، فرحنا مزيان. واخا دقيقة غتسعي، شكرا خويا. السلام عليكم، انا فرحانة بالفوز ديال اتحاد طنجة، وكنهنئهم على هذا الفوز هذا. وما خصناش دائما نبقاو نقولوا نشوفوا غير مشاكل، الحمد لله النتيجة هي الأفضل. ماشي مشكلة النوبة ديك تملانة في اللي ما كافياش كما كنقولوا، المهم ربحنا. الفوز هو يعني كي هو كل شيء في هذا الشيء، هذا كيعوض داك الشيء اللي ما فرحنا بزاف بزاف. انا الصراحه الله، واخا ما كنتش غنجي نتفرج، نوض بزز مني وجيت قلت غادي نتفرج دار حب الفريق اتحاد طنجة، وهنيئا وشكرا بزاف. اول حاجه كنقولوا الحمد لله، ثاني حاجه بيبا الدراري جبنا 3 نقاط، والدراري اللي كيناوضوا الدباز وديكشي نقولوا لهم الله يهديهم وبباهركولس. اش غنقول لك اليوم، كنفرحوا باللي ان الجماهير عادت المركب طنجه الكبير، وكنتفائلوا بالخير ان شاء الله، باللي ان شاء الله خصنا نسوفيو قبل ما يسوفيونا. وفرحانين بالفوز في الدقيقه الاخيره من طرف اكسين، وتحيه لاكسين من هذا المنبر، وتحيه للدراري وتقاتلوا معنا هذا العام ان شاء الله. اشترك الآن في قناة أشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.